معاناة كبيرة يعيشها الطلبة يوميا عند ذهابهم إلى المدارس بسبب الشوارع التي ملئت بالأطيان والمستنقعات المائية، حيث الحكم وأحياء أخرى بمدينة السماوة تعاني شبح الإهمال الذي لحق بها نتيجة الأمطار في كل موسم. الطفل الصغيرون الله شاهد ما يقدر يعبر من وراء البحيرات، هاي مطرت شوفه كلها صارت طينة، الله شاهد ذاك اليوم الطفل ما قدر يعبر منه. عشرات المليارات صرفت على مشاريع البنى التحتية لكنها لم تنفذ بصورة صحيحة، مما سبب هدرا في المال العام وتقصيرا في المستوى الخدمي. والله لا مشروع عنده غرضه ولا مشروع فاشل، وأصلا مدوا البوريات وسووا من هولات وما عرفنا شنو يعني الصيغة من عنده، مجرد ما تصريف أمطار. كان تصريف أمطار، هي الأمطار تستمر شهرين ثلاثة وتنتهي، المجاري اللي نمته تبليط لليمتى. صار أنا من 2005 لحد الآن بحي الحكم ما شفنا أي تغيير بها، بالعكس من أسوأ إلى أسوأ. نريد نسأل المسؤولين الموجودين بالمحافظة، المسؤولين اللي بالدولة المركزية، الحكومة المركزية، نريد نشوف الأموال اللي انصرفت للحكم، هل للمجاري أو لغير شيء، ما جاي نعرف. فإحنا معاناتنا هاي موجودة صار لها سنين. ويعيش المواطنون معاناة كبيرة بسبب الوصول ومرور وسائل النقل على حد سواء، وهم يمنون النفس بخدمات مثالية وفتح تحقيق بمحاسبة السراق والمفسدين الذين أخروا إنجاز هذه المشاريع. مع هطول الأمطار تزداد معاناة الكثير من المواطنين داخل أحياء مدينة السماوة بسبب غرق الشوارع وتحولها إلى كتلة من الأطيان، مما يشكل صعوبة في وصول الطلبة إلى المدارس. للعراقية الإخبارية علي كريم، المثنى.